فازت الناشطة الشابة الباكستانية ملالا يوسف زاي بجائزة نوبل السلام هذا العام مناصفة مع كايلاش ساتيارثي الناشط الهندي في مجال حقوق الطفل. كانت ملالا البالغة من العمر 16 عاما قد تعرضت لإصابة بطلق ناري من جماعة طالبان المتشددة على خلفية حملتها لدعم تعليم الفتيات في بلدها. ملالا بذلك أصغر فائزة بتلك الجائزة في تاريخها. من تلميذة في مدرسة ثانوية شمال غربي باكستان إلى ناشطة حقوقية في مدينة بيرمنغهام البريطانية إلى فائزة بجائزة نوبل للسلام. مسيرة غير اعتيادية للفتاة التي أصيبت في الرأس عام 2012 على يد مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان يرون بأن تعليم البنات مناهض للإسلام. نقلت إلى بريطانيا للعلاج حيث تقيم منذ ذلك الحين. أصدرت كتابا يحكي سيرتها الذاتية وأطلقت حملة لتعزيز الوعي حول حق الطفل في الدراسة. One teacher, one book and one pen can change the world. بالنسبة للجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام، ملالا كما من تتقاسم معه الجائزة كايلاش ساتيارثي تكافأ اليوم لكفاحها ضد الاستغلال المادي للأطفال. لقد قررت اللجنة النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2014 لكايلا ساتيارثي وملالا يوسف زاي لنضالهما ضد قمع الشباب والأطفال. الأطفال يجب أن يذهبوا إلى المدرسة لا أن يخضعوا للاستغلال المالي. ساتيارثي يتميز بشهرة عالمية أقل. هذا الناشط الهندي في مجال حقوق الطفل والبالغ من العمر 60 عاما تخلى عن مهنته كمهندس كهربائي قبل 3 عقود لإنشاء مؤسسة تحت اسم أنقذ الطفولة. ترأس عددا وافرا من الحملات المناهضة لعمالة الأطفال والإتجار بهم. العام الماضي منحت جائزة نوبل للسلام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال وجود عناصر ممثلين لها في سوريا لتدمير ترسانتها الكيماوية. كثيرون منهم داخل باكستان يقولون أن ملالا لا تستحق الجائزة لأن سجلها الشاب لا يحمل الكثير من الأعمال التي عززت السلام العام الماضي. لكن آخرون يرون بأن قصتها رسالة داعمة للطفل أينما كان في وجه من ينهب حقوقه.